بيك فندم. دكتور سمير، أهمية هذه الزيارة، التوقيت، الدلالة، مهمة قوي أن أنا أسمع حضرتك. تمام، في البداية نوضح للسادة المشاهدين، جيبوتي هي دولة عربية إفريقية مسلمة. عربية لأنها عضو في جامعة الدول العربية، إفريقية لأنها عضو في الاتحاد الأفريقي. جيبوتي استقلت سنة 77 وكانت مصر هي أول دولة تعترف باستقلالها. نتكلم على أهمية جيبوتي لأن هنفاجأ أن هذه الدولة لها أهمية جيوبوليتيكية رهيبة جدا. أولا بتقع على المحيط الهندي، ثم مدخل البحر الأحمر، ثم على مدخل بديع باب المندب. أهم دليل على كده، جيبوتي هي الدولة الوحيدة في العالم أن هناك لها عليها أربع قواعد عسكرية من أربع دول. مفيش دولة في العالم حتى عندها أربع قواعد من أربع دول إلا جيبوتي. فده يقول لنا قد إيه الدولة دي مهمة. دول إيه فندم؟ أمريكا لها قاعدة عسكرية، فرنسا لها قاعدة عسكرية، الصين قاعدة عسكرية، اليابان قاعدة عسكرية. فده يقول لنا إنها قد إيه دولة مهمة. أهميتها الثانية بالنسبة لنا وللمنطقة، أثيوبيا هي جار مباشر لجيبوتي. أثيوبيا دولة لا شاطئية، ما عندهاش مخرج على البحر. المخرج الوحيد لأثيوبيا يمين، عن طريق جيبوتي. عشان كده في خط السكة حديد طالع من أثيوبيا إلى جيبوتي. إذا كل تصدير منتجات أثيوبيا من خلال جيبوتي، كل الاستيراد من الخارج من خلال مين؟ جيبوتي. عشان كده الدولة دي لها أهمية كبيرة أولا عندنا وفي العالم كله. سيادة الرئيس راح لهم أول زيارة في مايو اللي فات، وللأسف كانت أول زيارة لرئيس مصري لجيبوتي. تخيلي كل الدولة دي وأهميتها، مش ممكن، محدش راح لها قبل كده غير سيادة الرئيس السيسي في مايو اللي فات. ده احنا في اللي فات، في اللي فات كله كنا بنخطئ في حق انفسنا كده يا دكتور سمير. افندم، يعني احنا كده طوال الازمنه اللي فاتت كنا بنخطئ في حق انفسنا. يعني بالظبط بالظبط يا فندم، بالظبط. دوله بهذا الحجم، دوله فيها اربع قواعد من اربع دول كبيره في العالم، ازاي ما يكونش لنا تواجد حتى باي صوره؟ صحيح. فبالتالي زياره الرئيس المره اللي فاتت اتمت على مجالات كتير، اهم حاجه الاقتصاد والتجاره والاستثمار. النهارده بقى لما جاء الرئيس جيبوتي بقى وحضر لقاءات مع الرئيس، كان امل تتم فيه ايه؟ مراجعه الكلام اللي اتعمل في الزياره اللي فاتت. ايوه، وتم التاكيد ان فعلا اللي عملت عليه مصر قامت بيه. زي ما قلت حضرتك النهارده، اهم طلع قرار النهارده ان مصر هتنشئ منطقه لوجستيكيه في جيبوتي. ده مهم جدا. هنعمل مصانع، هنعمل استثمار، هيطلعوا رجال الاعمال هناك. هتلزموا ايه النهارده؟ ان بنك مصر هيفتح صحيح في جيبوتي. صحيح. استلزموا النهارده ده هيبقى ان مصر الطيران هتعمل خط مباشر بين القاهره وبين جيبوتي. ايضا دخلنا في تعاون في مجال الصحه، وانت عارفه ان السيد رئيس الفتره اللي فاتت لما كان رئيس الاتحاد الافريقي عمل حاجات كتيره للصحه في افريقيا، لكن احنا هنزود المره دي مع جيبوتي. التعليم برضو، مدرسين مطلوبه مننا، تدريب الدعاء في الازهر. ايوه، فهم طلبوا انهم يدربوا الدعاء، واحنا مصر النهارده هتبدا تستقبل طلبه من جيبوتي في مدينه البعوث الاسلاميه. عمل اتفاق ايضا الارهاب النهارده مشكله هناك، وخاصه الصومال على منها والمنطقه فيها ارهاب، فهيبدا في تعاون عسكري لتدريب هذه الكوادر اللي موجوده بهدف تامين التعاون في تامين البحر الاحمر، وبالذات مضيق باب المندب، لان عارفه ان باب المندب قبل كده كنا بنعتمد على اليمن فيه. اليمن خلاص بقى فيها الحوثيين وبقى تبع ايران، فالنهارده اصبحت اثيوبيا هي الموقع اللي موجود لنا عشان نقدر نامن بيه باب المندب اللي هو بيتحكم اثيوبيا في قناه السويس. اثيوبيا فاثيوبيا بقى طبعا السيد الرئيس النهارده اتكلم وقال وعرض على الرئيس ان هو لازم يتفاهم الموقف، وهو اعلن كده فعلا الرئيس النهارده الجيبوتي اسماعيل عمر انه بيتفاهم موقف مصر، وطلب منه الرئيس النهارده ان جيبوتي تبدا تحط ضغط لها على اثيوبيا. واعتقد دي الاهميه من هذه الزياره، ان هنلاقي الفتره اللي جايه جيبوتي هتضع ضغط على اثيوبيا حتى تعود تاني للمفاوضات.
واسمحي لي بقى اربط الكلام ده كله بحاجه تانية. ايوه. الاسبوع اللي فات كان عندنا الرئيس السنغال بيزور مصر. نعم. كان بيزور مصر لان هو هيتولى اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي خلال العام القادم. والاتحاد الافريقي للامم المتحده كلفته بحل مشكله المياه مع اثيوبيا، فكان تحرك من مصر رائع. تكليف. ان يدعو رئيس طبعا هذه الدولة انها تيجي وتقعد مع سيادة الرئيس ويتفقوا عشان هي اللي هتقود الاتحاد الافريقي. برضو ما ننساش الاسبوع اللي فات، عارفة ان كانت الامارات اتضربت الصواريخ وطائرات المسيرة من الحوثيين. نعم. رئيس الدولة الوحيدة اللي طار وراح للامارات وقال لهم امن الامارات من امن مصر. نعم. وان احنا بنسنعيكم وبندعمكم. نعم. ثاني يوم ايه اللي حصل؟ رئيس الامارات جاب ابي احمد رئيس اثيوبيا واتكلم معاه. طبعا الخبراء في العالم بيقولوا طبعا انه ضغط عليه، خاصة ان الامارات والصين هم اكبر دولتين في العالم بيدعموا اثيوبيا. عشان كده تشوف كل الضغوط دي وكل التحركات دي اللي بيقوم بها سيادة الرئيس بهدف سرعة انهاء مشكلة مياه سد النهضة بالطرق الدبلوماسية السليمة.